دقة توصلها رتبتين واحدة وخلاص. هنا أتنوع يا الظهر عندي مشتقتين هذه وهذه مشتقتين والبقية خلنا نحسب البقية. هذا أعتبره معادلة كم دالة؟ واحدة اثنين. هذا أفبرايم وجي جي محسوب على هذا ما نحسب له فهاي ثلاثة بعد لف محسوب هاي أربعة أربعة صار عندي كم معادلة؟ ثلاثة بأربع دور. هذا أفبرايم جي برايم حسبناه منه فبقى أربعة لكن هاي معادلة فإذن أربعة معادلة صارت. إذن ماكو داعي أني أضيف معادلات جديدة. عندي أربع معادلات بأربع دوالب. ليش؟ لأن أريد أحذف هناني أصلاً. فعندي أربع معادلات واحدة اثنين ثلاثة أربعة بأربع دوالب. F وG وF برايم وG برايم. إذن ممكن أنا أستغني لكن لازم واحدة من هالركبتين. لازم. ممكن أستغني عن البقية. شو أسوي هسه؟ هسه حتى نوصل إلى فكرة معينة. أشوف شنو المشترك. الاف برايم مضروب بواي وهنا مضروب باكس. زين. إذن أنا لازم أوجد مشترك. إذن هذا أضربها باكس وهذا أضربها بواي. شو راح يصير أضربها باكس؟ اكس وهنا اكس. هاي واي واي بواي. زين. وأجي أسمح بالجمع. راح يصير عندي اكس يو اكس زائد واي يو واي يساوي لي اجي اجمع اكس واي اف برايم زائد اكس واي جي برايم زائد اكس واي اف زائد اكس جي. طلعوا المشترك الاكس واي شوفه اف برايم زائد جي برايم وهذا شوفه نسيت واي اف زائد اكس جي. هسه اجي هذا اللي بداخل القوس من هو هذا اف برايم زائد جي برايم اللي هو منو يو اكس واي. اذا اكس واي يو اكس واي زائد لغيت اذا الاف برايم جي برايم هذا منو هذا هو الداله نفسه واي اف زائد اكس جي اذا هو اليو. اذا من هذا نستنتج بانه المعادله مالتنا هي لو نكتب هنا x u x زائد y u y يساوي x y u x y زائد u. هاي المعادله مالتنا خلص. هذا المثال اللي يحتوي على دالتين ممكن نحله بهذا الطريق. مثلا مثال ثاني مثال ثاني او ثالث العفو راح يصير ثلاثة يو يساوي لي اكس في الاف 2x زائد واي 2x زائد واي هذا كم دالة؟ دالة واحدة. اذا واحدة للاكس وواحدة للواي. للاكس لا انتبه صح حاصل ضرب بيناتهم بس هذا مو ثابت للاكس. حاصل ضرب دالتين هاي بيها اكس هاي بيها اكس. اذا نعتمد على قوانين المشتقة في حاصل ضرب دالتين. مشتقة الأول واحد في الثاني زائد الثاني في مشتقة العفو الأول في مشتقة الثاني 2x زائد y في مشتقة الداخل بالنسبة للx هنا بالنسبة للy بالنسبة للy من نجشته هذا ثابت وما عندي مشكلة بي بس الf بي y اشتق 2x زائد y في مشتقة الداخل بالنسبة للy واحد ينتج بهالشكل هذا. اجي اقارن بين هذه الداله ناتج وبين هذا الناتج اشوف الجزء الثاني هو مشابه لهذا الجزء لكن عوزه اثنين عوزه اثنين فاذا من اضرب باثنين
راح ممكن يروح عندي هذا الألف الألف، لكن هم أحتاج بعد أكمل. فش أسوي بعد؟ أيضا أحتاج هذا الجزء. إذن هذا ويلي واي، هذا الجزء يشبه من؟ يشبه هذا، بس عوزة إكس. إذن نضرب اليو إكس باثنين إكس حتى نحل المشكلة من البداية. إيش راح يصير عندي؟ 2 يو إكس، 2 إكس يو إكس يساوي لي إكس 2 إكس إف 2 إكس زائد 1